والله هنا منطقة هاي مو ستادم، هاي منطقة يعني منتوبة كلش تعبانة، ها خاصة بالختمات، ختمات هنا صفر صفر بالمية يعني ما توقف أبد، خاصة هاي أنا بأمي التربية سوى شوارع هاي هنا ترى إحنا ما نصل والله ما مش مول هاي المنطقة، ليش ما نعرف ليش يعني طالب ناشط ريتنا مات ما حد يجاني يعني بالما ذيك مرة فاضت المنطقة ما حد وصل لنا ولا إجا لنا واحد، وخاصة أنا شتاء الساعة أمطار وماتوا يعني أي ختمات ما بيها صفر بالمية صفر، وفهر هواية هنا يعني 95% فهر هنا هواية، ما نعرف شو من نروح من ناشيت يا الناشطة يا الطالب بي ما حد يجينا، هاي بترنا توصلون صوتنا يعني ذولا التبار وزارة شو شنو يعني تجينا طالبين يعني شوفنا هاي حالتنا تعبانة يعني شوارع طين طين انت مش على طين، والحسين هذا الحين مشت للتوام حذاء بيتي ومشت رحت حسيت نعم بتوام حسيت رجلي من ورا الطين يعني طين صفر هيك يعني تعبانة منطقة تعبانة كلش والله صار لي 18 سنة كل شيء ما كون هنا، ها صار ان كفيلك العباس 18 سنة ها شوفها نفسها نطالب من الله من والله ومنكم وسوونا والله شارة يعني الشارع هذا المستوصف هذا الشارع هذا الشارع ها صار والله ست اشهر حفره وعليه والله حطته يعني هو هذا تشوف شو اسمه والله الزباله والله ماكو شيء يعني هذا الحكي رعكي انا هيك هذا هيك ها كفيلك العباد والله نفس الجدر والله ونفس الجسمه ماي يعني ماي موجود بس بي يعني شوائب هوايه هواية شوائب بي خاصه هذه المنطقه يعني هاي جارين بس خط واحد بهالجهه هاي الخط الثاني ما جار الا ماي فالصندات عابره من هالجهه لذيك الجهه واكثر الصندات مقطعه فمن ينتهي الماي يسحب الماي الصاخه وين ترجع بالبوري نشغل يجينا ماي وسخ يعني ماي مو نظيف الخدمات تشوفها قدامك والله العظيم اذا صارت مطره ما واحد يقدر يطلع سيارته ولا يقدر يمشي بالشارع وهالناس هاي كلها تعبانه ناس اكثرها تعبانه ناس اللي عامل واللي متقاعد واللي عنده رعايه يعني ناس اكثرها تعبانه تقريبا الفقر عندنا 40 45% الفقر عندنا موجود وناس كلها تعبانه وخدماتنا كلها تعبانه والله العظيم الناشد مسؤولين اشتكينا هوايه مرات انا رحت للبلديه ورحنا لمجلس المحافظه كان بقيت مجلس المحافظه على مود الكهرباء وعلى مود الماي يلا سووا لنا ماي وكهرباء موجوده مجاري سووها المجاري المنهولات اللي خلوها مو صالحه مو مال المجاري يعني هذا شارع 20 المفروض المنهوله مالته واسعه مثلا البور مالته يستوعب المجاري اللي تمشي بالشارع زين هسه حفروها وذبوا منهولات وكملوا بلات وعافوها مكانها لا اجوا عدلوا الشوارع وهسه هو السيارة تمشي بالشارع الكهرباء جهه واحده جارين بس الجهه هاي الجهه الثانيه ما جار لها والماي نفس الشيء فاذا ما جارون للجهه الثانيه ماكو فايده يعني تبقى نفس المعاناه نفس الماي بالشارع صوره تقطع يعني وتدمر الشارع المجاري هسه سووها جربوا بوريات وخلوا منهولات وعافونا وراحوا ما نعرف ليش تشتغل مرصفه ليش انت يعدلون الشارع الشارع حتشوفه قدامك تراب هو كان سبويس اصلا سبويس بس من سوى مجاري حدوه كله تراب ماكو فايده يعني يرجع الطين نفس الشيء هسه الله وكيلك هسه المدارس تمطر الدنيا المدارس ما تداوم عندنا ما تداوم لانه يعني ما تقدر تمشي يعني برجلك ما يقدر تمشي بيها والناشد المسؤولين الموجودين محافظ مثلا مدير المجاري مدير الماي انه يترحمونا ويعدلون الشارع ياخذون من عندنا بس هم تركوه يا ريت والله صار لنا
احنا منطقة حي موسى الكاظم من ضمن التخطيط العمراني واقدم حي طاب وصرف في محافظة المثنى. هذا الحي مثل ما تشوفون امام الانظار بس امطار بسيطة حرم الكثير من ابنائنا الطلبة اسبوع كامل ما داوموا ومن ضمن التخطيط العمراني طبعا ومشمولين بالمجاري، لكن للاسف اشتغلوا بس بداية المنطقة وهذا الشهر الرابع او الشهر الخامس وشفتوا المدخل، يا ريت راح وثقتوا من البداية وثقتوا المنطقة. اغلب الشوارع اشتغلوها وباقيات احنا ثلاث شوارع ما وصلوا. لما ناشدنا وخاطبنا الجهة المسؤولة اللي جاية تشتغل مجاري قال هاي الشوارع بعدين الجهة الظهر ما يجوها دوم، فاحنا ناشدكم من هذا المنبر الشريف يوصل صوتنا كون اذا ما يشتغلون المنطقه بالكامل احنا اذا عافوا ذن الشوارع راح اظل ذن الشوارع مدى العمر يعني بصراحه يعني. ومن خلال هذه القناه بما انه دوله رئيس الوزراء باكر يوصل للسماء وين قل لي اهلا وسهلا بيك بمحافظه المثنى ولاية تلقونك شيوخ العشائر مع احترام لهم ويسوي لك السماء ودبي والسماء كلها خير، لا السماء تحت خط الفقر، السماء عانت ما عانت الكثير وملفات الفساد والدوائر والصفقات القطع الاراضي موجوده ونعرفها وعندنا ملفات رافعينها احنا، انا واحد من الناس مشتكي وملفات فساد على مدراء دوائر بالنزاهه، ولكن اذا تريد تلتقي لا تلتقي بشغل العشائر، احنا نوجه دعوتنا ليك، احنا نعزبك واحنا نلتقي بيك، انت اذا جاي على سيف وفاله اخذ السيوف والفاله من شغل العشائر وارجع، اما اذا تقول احنا بخدمتكم بما ان انت اطلقت هاشتاك احنا بخدمتكم، تعال نراويك الواقع امام الانظار اللي تعيشه ابناء محافظه المثنى. مثال بسيط هاي المنطقه هاي اللي عانت ما عانت حي موسى الكاظم يعني المسمى القديم آل أبو غنم، هاي المنطقة لأن ناسها بسطاء وفقراء ما يطلعون تظاهرات، لكن للأسف احنا نقولها أمام الأنظار وأمام الكاميرا هاي وأمام هذا المنبر الشريف، إذا نفذ الصبر لا يقطعون الشوارع ويطلعون تظاهرات يعني إذا ما تنفذت مطالبهم. تحية لكم وأنتم طبعا سباقين بهاي الأمور، احنا هاي منطقتنا من قديمة يعني وقريبة للولاية قريبة لمركز المدينة، فنعاني معاناة بالشتاء يعني حتى كرهنا الشتاء كرهنا الشتاء من وراء الحالة اللي يصير بينا. يعني احنا قبل يومين الو جاينا قبل يومين تبكي على حالنا، والله تبكي على حالنا، يعني الطين البهذلة طلاب عندنا زعاطيط يعني حالة يرتفع لها، يعني هاي قديمة من التسعينات احنا جبناها ولحد الآن. أنا هسه بالألفين ثق بالله بالألفين وواحد دافع للبلدية تبليط مال شارعين ماخذين إجازة بناء، تبليط مال شارعين ماخذين مني، هذا الشارع وهذا الشارع هسه اللي بصف الحسينية، فلوس دافع أنا بالألفين وواحد ولحد الآن وراح أموت وما أشوف تبليط. هسه ما نعرف يعني احنا هسه قريبين للولايه، يعني هاي الرساله ورانا وخير من الله، التأميم خير من الله زين، احنا هسه والله عامل النظافه من تقول له تعال ليه يقول لك انت تجاوز. يعني قبل فتره قلت لعمي اوقف لك خلنا نطلع لك الطابو باسمي خذ حتى تشوفه بلكي تطب لي لشارعي. يعني حاله يرثى لها، احنا هسه ناشد المحافظ مدير بلديه ناشد المسؤولين يشوفون حالتنا، حالة ارتلها يعني ملينا وتعبنا والله من المناشدات، يعني إلا سد الشوارع وحشاك تطلع مخوش إنسان السد الشارع العام التبليط نطلع مظاهرة يعني هاي المجاري يعني منطقة كاملة بس هذا الشارع وذاك الشارع ما سووه مخصصه إلها، يعني رحنا للمجاري يقول ابو المجاري يقول كل 50 متر منهوله
تحسب حساب المنطقة ما بيها 50 متر، يعني كل 200 متر من هولة تقبل له حساب. هسه أوديك وتحسبهن درعة، أبو المجاري يقول لك 50 متر، كل 50 لازم من هولة. زين هسه احنا فوق ال 200 من هولة، هاي شلون راح تصير بعد يومين؟ شلون تصير حتى من تشتغل؟ فاشلة، مشروع فاشل. وهاي حالتنا، ونشوف يعني بلكه الله صوتنا وصل للمحافظ، لنواب المحافظ، لمدير بلديه، ما نعرف. والله ما طابنا مسؤول، يعني ايش اقول لك؟ ما شايفين مسؤول يجي. هسه احنا بمركز المدينه، مركز المدينه، يعني احنا مو واحنا طبعا نشكركم وجهودكم، ان شاء الله هاي لكم عد الله، لان هاي الزعاطيط هاي تندعي لكم. والله والله حالي أرث. بس المحافظ ما وصلنا، ويوم نوصله ويوم نوصله ونشوف منطقتنا ليش تختلف عن المناطق؟ ليش احنا ما يسوونا؟ ليش؟ شو الاسباب؟ لما ندور واسطه لهم، انا هذا اللي عندي وهم بكيفهم. بالنسبه للمريض هنا شلون تنقلونه؟ المريض حالته حاله، خلنا اقول لك احنا طلابنا هالساعه من مطرت لليوم ما تروح للمدارس، طريق ما الها. من مطرت الدنيا هالساعه حالتنا تعبانه كلش. الخدمات انا اقول لك شنو؟ الخدمات قلت لك كلها واسطه. خلنا اقول لك هسه هاي المجاري منا سووهم منا، بس احنا 50 بيت ما سوونا. السبب شنو؟ واسطه ما عندنا. استاذ هم بالنسبه لهم ماكو الا عرف، ما يسوون اي، ودائما شغلات العراقيين لازم يخلونها عايزه، ما يشتغلون شغله ويكملونها. باكر يعطون بخاشيش ويوقعوا لهم على المشروع من دون ما يكملونه. انا احكي لك الصراحه. رحنا احنا نريد اسوه بالمحافظ، بالوزراء، برئيس البرلمان، بكلهم اللي يطلعون للدول يشوفون المحافظات الباقيه او يشوفون الدول الباقيه، يعني ما يطالبون بهيك مطالب. هاي مطالب واجب عليكم، غصبا عليكم تنفذونها. هاي مطالب غصبا عليكم، تاثروا من ترحون لبنان، من ترحون ليبيا، من ترحون تونس، من ترحون تركيا، يا اخي تاثروا. هذا الجيل الصغير جاي يشوفنا مسلسل بالتلفزيون تاثر به، ويلبس مثله، ويزين مثله، ويمشط مثله. يوميا انتم طالعين الدول، احنا جاي نطلع وجاي نشوف. احنا هنا شيوخنا العشائر، مع احترامه لهم، البعض منهم يتلقون المسؤول، يجي رئيس الوزراء، يابا شنو مطالبكم؟ تلقوا له، يقولوا السماوه بخير، السماوه دبي، هاي دبي، خلي يشوفون دبي، هاي دبي، خلي يطلعون، خلي يطلعون لابنائهم. يوم الاثنين غلق تام لكافه التربيه والمحافظه من قبل المحاضرين، هاي المحاضرين اللي ما منتمين لاحزابهم، والكتاب صريح يقول اللي عنده خدمه سنتين يثبت، لكن المحاضرين ما عندهم 4 سنوات. فاحنا نطالب بكلهن، احنا خدمات وفساد وبيع قطع اراضي بالعلن بمحافظه السماوه. كل متنزه قام بليله ويوم يصبح قطع اراضي تنباع، ما ندري المن، يعني ارقام ما نعرفها المن تنباع، بالمرتسمات موجود متنزه، ويصبح ثاني يوم قطع اراضي لابن فلان المسؤول ولابن قرايب المحافظ ولابن قرايب، ما يصير. احنا اذا انت جاي تنتقي تاخذ سيف وفاله يا دوله رئيس الوزراء، فجيتك حاله حال الكاظمي، حاله حال عبد المهدي، حاله حال السبقوك من الفاسدين. فانت اذا جاي تنتقي بابناء المثنى، بشباب المثنى اللي ينقلون لك الصوره الصحيحه عن مدينه المثنى وعن مطالب ابناء المثنى. حد في خارج هي معانا هنا كبيره، هنا شفت بعك بعد تبليط ماكو ومجاري ماكو. الواقع قدامكم، وحاليا المشروع المايو المجاري العفو، المدة طويلة يعني بنبلشوا
وعملهم جدا متلكئ، يعني ماكو استمراريه بالعمل. وحاليا حفروا هواي شوارع وانتركت بالنسبه لمنطقتنا، هذا شارعنا محسوب على حي موسى الكاظم متروك ما وصلوا له، وبلشوا بام العصافير، منطقه ام العصافير شوارع هواي هسه متروكه منطقتنا، لا تدخل وشوفها ما تنطب بسبب يعني مطره واحده من المطرات ظلت الشوارع صارت صعبه، ما الناس اكثريتها تخلي سياراتها قامت فوق على الشارع العام، يعني ما يقدر يطب، صعوبه يعني تطب للمنطقه، يعني جاي نعاني معاناه كلش كبيره. الشركه اللي لازمه المجاري يعني شغلهم جدا متلكي، ماكو يعني استمراريه قويه بالعمل، وهاي تشوف جاي نعاني. بالنسبه للشباب العاطله عن العطاله بالله هي بكل العراق، يعني مو بس بالسماوه، وسماوه يعني اكثر يمكن نسبه البطاله بالنسبه للعراق، اكثر نسبه بطاله. يعني ما جاي نشوف اكو تحسن. نطلب الصراحه من الشركه اللي مسؤوله عن مشروع المجاري ان يعني تبلش بشارعنا هذا، ليش هسه متروك لحد الان؟ ما حفروا به ولا منهوله، ما نعرف شنو السبب. هذا الشارع ايضا عندنا البلديه هنا، هسه لاخذك للشارع مالتنا، فتحوا اكو كان بيتجاوز بيت فتحوه، لكن عافوا الانقاض على مكانها، يعني حتى الانقاض ما رفعوها، هسه ما ينطب. اذا اقدر اخذك انا نروح انا وياك مقابل بيته بالضبط اراويك الشارع، بقت الانقاض يعني على وضعيتها، حتى ما ينطب الشارع هسه مشي ما تقدر تطبه، مو يعني سياره ولا دراجه، يعني الخدمات سيئه بالمنطقه جدا. والله يا عم تبهذلنا، الله شاهد تبهذلنا من وراء الخدمات، يعني هاي حي موسى الكاظم ايش قصار لها؟ يبلطون كل شوارع الدائر ما دايرها، وشوارعنا ذي النضالات لحد الان ما مبلطات، ولا خدمات ولا لا مجاري، كل شيء ماكو. دوخونا هسه هاي اطفالنا ما جايه تمشي للمدارس، من ورا من؟ من ورا ذن شارعين هنا. يفترون داير ما داير المنطقه، شكو مسؤول، شكو ضابط، شكو هاي، يشتغلون ببابه وبيبانا ضاله، ما عندنا لا ظهر، كل شيء ما عندنا. خبصونا خبص باي الياتهم وجاي يشتغلون، بيوتنا ما واصلينها. منطقه يسمونها آل بغنم قديم. حي موسى الكاظم صارت لزق وياها. طاب وصرف هي جاهزه وبيها شوارع قديمه ما جاي يوصلونا ولا يشتغلونا. والله لاك شغل ولا هاي. تخابر الخلفة ثلاثة أيام أربعة أيام، يا الله يقول لك اطلع لي يوم واحد وياك، الله شاهد كلها معرف وواسطات، لكن شغل ولا عمل. يا الواد مضالة هاي، شوف الدنيا، شوف شوف منين هاي من العمالة. الشركات الاستثمارية ما فادتكم؟ والله كل شيء ما فادتنا، يشغلون ربحهم فقط واحنا ضالين. الشوارع عندنا هاي تعبانة بشكل، مجاري سوينا ما صار لها تقريبا أقل الشهر، يعني مجاري صفر. شايف لك من هول 80 ب 80 المجاري هاي الشوارع حتى تشوفها كلش تعبانه. الوادم هاي حتى تشوفها كلها تعبانه هماته. هذا يعني حالتنا كلش تعبانه. 40-50% من تمطر الدنيا مالك نفس تطلع منها لهنا. المنطقة طبعا من قعدنا صار لي تقريبا قعدنا تقريبا سنة أو سنة وشوية، لحد الآن ما دخلتها خدمات نهائيا.
ابدا. يعني كان هو بالبدايه اول ما قصوا المنطقه سووا لها سبيس، قامت الدنيا تمطر امطار وتشوف خدمات بلديه ماكو، قام كل ما تمطر يصير طين يجوا يقصونه بعد معاناه طبعا، يقصون يقصون هسه سبيس ماكو، رجعت على الصبخه الاوليه القاع يعني كلها طين. البلديه ما تدخل نهائيا هنا، هاي شوف عينك هاي الانقاض الازبال تكرم كلها موجوده، يعني خدمات ما شفنا بهاي المنطقه منطقه ال 36 نهائيا. واحنا كل ما نشتكي او نروح نقدم هذا يوعدونا وماكو استجابه نهائيا. 36 جاي نعاني منها وبالاخص من شوارعها، هاي المنطقه تفتقر للشوارع. يعني ابسط شيء اذا مطرت الدنيا الواد انت تقدر تسكت ببيوتها، لا دوام تقدر تداوم، اخوتي عندي صغار اثنين مدرستهم بعيده شويه، سياره ما عندنا، بويمن يروح؟ شلون يروح؟ الطين يوصل للركاب لهنا. يعني لازم المحافظ ينتبه لهاي المنطقه، شوارعها، خدماتها، شبيها ما بيها، يعني ما يصير هيك. سلام ورحمه الله. احنا من 2013 وهاي 2023، 10 سنوات صرنا على هاي الحطه. نفتقر للشوارع، نفتقر للحاويات، نفتقر لهواي شغلات، ما حد ملتفت لنا، ما حد يباوع لنا، ما حد يعني لازم يسوون نحل، وخاصه هاي الايام ايام الشتاء ايام المطر، الطين يصعد متر عن الشارع، شلون واحد يطلع، شلون واحد يطب، الجهال شلون يروحون للمدرسه. والله اخوي يا ريت الجهات المعنيه انه تشوف هذا الوضع، واكثر معاناتنا احنا بالشتاء، يعني دائما بالشتاء الشوارع تصير طين وماي، والاوضاع شويه متعبه، يعني الطلاب ما يروحون للمدرسه يواجهون مشكله، اللي احنا مثلا عندنا دوام ما نقدر نطلع، يعني اللي يجوز عنده سياره يجوز اهون، بس اللي عنده مثلا دراجه وعنده او ما عنده اي وسيله نقل شلون بي يعني يتبهذل، يعني مجاري ماكو، تبليط ماكو، يعني يا ريت نكون مثل بقيه المناطق انه بها تبليط بها مجاري بها يعني خدمات كامله. هو هذا اهم توفير انه يعني الماي، يعني اكو ناس ما عندها ماي اساله، يعني يحط له ماطور ماي بالشارع الرئيسي ويعطي كهرباء من الشارع الرئيسي ويودي ماي للافرع، يعني معاناه. يعني هي اهم فقره احنا عندنا الخدمات اللي هو الماي والمجاري والكهرباء العفو والتبليط. اخوي هذا الشارع يسموه شارع السيد، التسميه اللي انطقت لي كودا هنا مقام للسيد موجود. وهذا الشارع يبي معاناة كثيرة، معاناة أول وحدة مدارس، زين المدارس الطفل الماء يوصل لهنا، يعني مرات من يوقع على وجهه ما يعدل وجهه، عرفت؟ ملابسه تتلف، أنت ما تقدر توديه، زين يصير عندك مريض تاكسي ما تطب لي هنا، عرفت؟ منطقة حديثة وجديدة ونتأمل بيهم خير إن شاء الله يسووها ويباوعونها وإحنا مواطنيهم وإحنا إخوتهم، عرفت؟ ونتأمل منهم خير إن شاء الله، نقول نتأمل خير إن شاء الله. عرفت؟ احنا كل شيء ما رايدين، ترى هو شنو رايد؟ هو شنو معنى الوطن؟ الوطن شنو معناه؟ معناه بيت وشارع ومدرسه، هذا الوطن، الطين هذا وطني وانا كل شيء ما اريد منك يا اخي، مو صحيح؟ الطيني شارع نظيف، اقدر انا ابني يروح للمدرسه براحته، يروح نظيف ويرجع نظيف، عرفت؟ ولا يتمرض، لان هاي كلها امراض، هاي طين وهاي اوساخ، عرفت؟ هاي اسال البيئه عليها، يعني البيئه تعرف هذا الشيء. عرفت؟ احنا شنو نريد منه؟ نريد شارع نظيف. تبليط يوصلك ويجيبك، عرفت؟ حتى اذا تنظف شارعك تنظف بيتك، ولا تنظف بيتك تنظف ما بداخلك، ولا نظف ما بداخل الانسان نظف الوطن كله، عرفت؟ We'll be right back.